السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الميديكاد هو برنامج فنلندي وبيدي دي إمكانيات حلوة جدا لبرنامج الريفت. يعني من ضمن الحاجات مثلا في نب ديليفر. دلوقتي أنت خلصت المشروع بتاعك وعملت ملف في الريفت بتاعك زي الفل وكل حاجة، فأنت عايز تبعته لشركة مشروعات. كتير جدا بيجيلنا شغل من شركات أخرى ولا دي كمية كبيرة جدا من المشاكل، تمام؟ فأنت هنا تديله السورس وبتديله الملف اللي أنت عايز تصدر فيه، وتبدأ تقول له مثلا انا عايز اعمل اوديت، مثلا عايز الديليت ريفيجن، عايز كومباكت فايل. بدل ما تبعت الملف في حاجات مش موجوده او في حاجات زياده عن اللزوم، بتراجعها الكاتيجوري نفسها، الكاتيجوري اللي انت عايزها. هنا المانيفاستشر داتا، المعلومات اللي هتبقى محطوطه هتبقى موجوده فين، اللينكات، هل انت عايز ترغب اللينكات ولا تخليها. طبعا ده باسم الاوكيد، باسم الدي دبليو اس مارك اب، انفيسمنت بوينت كلاود وريفت لينك. كل الحاجات دي كلها تقدر مره واحده تلغيها. الاستبدالات، ايه الحاجات اللي انت عايزها تحطها وايه الحاجات اللي انت عايز تلغيها، او ممكن الفيوهات نفسها نقدر نقول له ايه الحاجات اللي احنا عايزينها وايه الحاجات اللي احنا مش عايزينها. لان ممكن يكون في فيوهات مثلا مش في التسليمه ديت او مش في التسليمه ديت، فتقدر تتحكم في ايه الحاجات اللي هتبعتها بقى، تمام؟ ايه الحاجات اللي انت عايز تفرغها. انا اقول له ده الملف اللي انا عايزه، ده الملف الاصلي وده الملف اللي انا هصدر ليه، واقول له اكسبورت واروح مصدر الملف اللي انا هبعته للعميل او للشركه اللي مستنيه من الملف.